مساء الخير، مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد. بشكركم وبشكر مثابرتكم ومحبتكم ودعمكم، لأنه لو ما أنتم أكيد هاللقاءات ما كانت أبدا رح تستمر. اللي عم بيخلي هذه اللقاءات تستمر هو شغفكم للمعرفة، حبكم لربنا، قديش أنتم حابين أنكم تنموا بعلاقتكم فيه وتعمقوا علاقتكم فيه. هيدي الشغلة كثير حلوة. بدي اقول لكم اليوم حب ابلش انا وياكم بتطويبه. هالتطويبه بتقول: طوبى لانقياء القلوب لانهم يعينون الله. هي الطوبه اللي استحقتها امنا مريم بدون منازع. هي مش بس شافت وجه الله من خلال خليقته، ولكن شاهدت وجه الله بلاهوته وناسوته، لا بل قبلت وجه الله كل مره كانت تبوس فيها يسوع. هي الإنسان اللي كانت تملك بداخلها كل قوة العهد الجديد، قوة القيامة، وبالوقت ذاته هي تلميذة ابنها. بحضورها بتعلن حضور الله الحب، الحب يلي قرر يصير طفل صغير لحتى يرجعنا لحضن بيه، أطفال صغار ولكن بيربحوا الملكوت ببساطتهم. قال عنا القديس مارفرام السرياني هالكلمات: قال: عجيبة هي أمك يا رب، سيد الكل دخلها فخرج إنسانا، الرب دخلها فأصبح عبدا، الكلمة دخلها فصار صامتا داخلها، الرعد دخلها فهدأ صوته، الراعي راعي الكل دخلها صار منها حملا، الغني دخلها فخرج فقيرا، العالي دخلها فخرج في صورة وضيعة، الضياء دخلها فأخفى نفسه، معطي الطعام دخلها فصار جائعا، مروي الجميع دخلها وخرج منها مكشوفا وعريانا. عجيب سر الابن وعجيب سر الأم القديسة اللي قدرت تكون هالقناة يلي بتوصل الله للكون وعطيت العالم الخلاص بتاعتها. ينعاد عليكم عيد الحبل بلا دنس، عيد أمنا البتول يلي نحن كلنا مدعوين لنكون صورة لها بالكون. اليوم نحن كتير فرحانين أن نرجع نستضيف سيدنا يوسف توما، يلي هو كان من أوائل الأساقفة يلي عملوا معنا لقاءات أونلاين وشجعونا كتير كتير كتير، وهو واقف حدنا بدعمه وبصلاته. طبعا نحن كثير فخورين انه حضرتك معنا اليوم سيدنا. اليوم رح يعطينا عنوان اللقاء بعنوان عما نقيل: الله معنا بالجسد. واكيد اكيد رح نتمتع جدا جدا، لان كلنا سوا بنعرف الغنى يلي بيملكه سيدنا، يلي هو موسوعه متنقله، لبل موسوعات متنقله. رامي، اذا بتريد ترجع تذكرنا شوي مين اللي رح يعطينا اللقاء اليوم. مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير. في البداية بحب أذكر أي حدا عنده سؤال بيقدر يحطه على الشات على زوم أو على التعليقات على فيسبوك، وفي نهاية اللقاء بمرقه لسيدنا. سيدنا يوسف توما هو رئيس أساقفة كركوك والسليمانية، وهو محاضر في اللاهوت والفلسفة والفكر الاجتماعي. هو واضع منهاج للتربية الدينية وأشرف على توزيع الكتاب المقدس في العراق، ترأس تحرير مجلة الفكر المسيحي، وأدار دار نشر مسيحية لفترة طويلة. وهذا فقط جزء صغير من الأمور الكثيرة اللي سيدنا عملها. هو أيضا رجل الحكمة ورجل المواقف ورجل الثقافة والمعرفة والإيمان. سيدنا أهلا وسهلا فيك، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. بترك الميكروفون مع حضرتك إذا بتعمل unmute. مساء الخير. إيش قد عندي وقت حتى أختصر، يعني أحصر الموضوع في إيش قد يعني تقريبا؟ يعني نحن معنا لل 11 مع الأسئلة، لل 11 بتوقيتكم سيدنا، لل 10 بتوقيت. أوكي كل زين. إيه يعني اليوم أريد أتكلم عن أهمية
سر التجسد الله صار جسد، خاصة الآية من فصل الأول من إنجيل يوحنا، والكلمة صار جسدا وحل فينا. ليش هذا أخذ أهمية عند المسيحيين من البداية، من نهاية القرن الأول كان هذا عقيدة، لكن راح نشوف على مرحلتين ليش هذا أخذ أهمية. يعني دائما الأديان تطرح هذا السؤال، من الله؟ والأديان القديمة كانت تعتمد على التشابيه والصور، سموها أساطير، والكلمة أساطير ما ريدكم أنتوا تزعلون منها. الأسطورة هي من كلمة إستوريا، يعني هي قصة، والأطفال يحبون القصص، وإحنا أطفال القدماء نحب القصص أيضا، ولهذا ارتبطت الديانة بالقصص، وقصص كثير منا هي خيالية، هي بعيدة عن الواقع العملي، لكنه هي تعليمية. القصص أبانا وأجدادنا عاشوا آلاف السنين يقضون الليالي قرب النار، وواحد العجوز الحكواتية أو الشايب الحكواتي ينقلهم أخبار قديمة، وهذا ارتبط ويا التجمعات البشرية حتى قبل الزراعة وقبل، يعني تعود إلى أزمنة قديمة جدا، وعندنا علامات على الكهوف القديمة اللي بها رسوم. هذه الرسوم اليوم تتجاوز أكثر من 5000 كهف بينه رسوم تعبيرية تشبه قسم منه بيكاسو في رسومه الحديثة. هاي علامة على أنه كانت هاي الرسوم هي مثل وسائل تعليمية للإنسان القديم. أقدم الرسوم عندنا هي في كهف في إسبانيا يعود إلى 36,000 سنة. لكن إحنا تلاميذ شخص عاش في فلسطين اسمه يسوع المسيح قبل 2000 سنة. هذا الشخص بعد ما عاش مدة قصيرة 33 سنة، ما عندنا معلومات مباشرة منه. المعلومات اللي وصلت لنا هي معلومات عن طريق تلاميذه، وهذه المعلومات اللي وصلتنا اضطروا الناس أن يسألون أسئلة، لأن خلال حياته كان إنسان عادي جدا، في قرية عادية، ناصرة عادية، وابن امرأة عادية، مثل ما يقول إنجيل مرقس، أليس هذا ابن فلان وأخو فلان ونعرفه. فبعد ما انتشر الخبر، البشرى السارة أنه هذا الإنسان خلصنا، هو المخلص، وعدنا في النصوص العهد الجديد مثل أعمال الرسل وخاصة رسائل بولس، عدنا توجه. لازم نفهم ليش بولس هو عنده أقدم النصوص في العهد الجديد، أقدم النصوص، أقدم من الأناجيل. هذا بولس لازم ما ننسى بأنه كان إنسان متطرف. هذا التطرف حدث انقلاب على طريق دمشق، وفهم شيء ما لازم ننسى هذا الشيء.
منو بولس؟ هو فريسي. يعني شنو فريسي؟ يعني الله يخاطبنا فقط من خلال الشريعة، ماكو احتكاك مع الله إلا من خلال الشريعة. وفجأة فجأة يصير لقاء مع يسوع، هو يحكينه مرتين في العهد الجديد، يحكينه مرة في رسائله، أنه أنا التقيت بهذا الشخص، التقيت وصار عنده تحول 180 درجة، وراح يركز على أهمية الجسد. بعدين الأناجيل راح يركزون على أهمية جسد يسوع، حتى بعد موته لما يظهر يظهر بعلامات جسدية، يعني ثقب، بسامير، صدره، ما يوصفون غير أوصاف، ما ينطون غير أوصاف. إذن كلمة جسد بالإنجيل هي مهمة جدا. أكو شخص ثاني هم متطرف وهم انقلب، اسمه أغسطينوس. أغسطينوس مثل بولس كان يؤمن بفد شيء قوي. بولس كان يؤمن بالشريعة، وأغسطينوس كان مانوي. وهاي نقطة مهمة حتى نفهم أهمية الجسد بالمسيحية. شنو المانوية؟ المانوية ديانة أسسها ماني في العراق في بابل، اسمه حوالي سنة 250 ميلادية. كان يقول أخذ من المسيحية أشياء تعجبه وترك أشياء ما تعجبه. أخذ من المسيحية أنه الله كشف نفسه من خلال نور اسمه يسوع، لكن الله ما يصير يكون جسد، لأن الجسد محتقر. هذا ماني ينتمي إلى تيار أنا درستونه كثير ونشرته عنه اسمه الغنوصية، المعرفة الحقيقية العقلانية، كانت سائدة في قبل المسيحية واستمرت إلى القرن العاشر بعد المسيحية. هاي الغنوصية أخذت أشكال، أخذت أشكال مانوية، غنوصية، في أوروبا هي من الكاثار، البوغوميل في بلغاريا. فهذه الديانة أثرت حتى بالإسلام، لأن ظهرت في الإسلام أيضا. هاي ما شبه لهم هاي غنوصية. ليش؟ لأنه لازال إحنا نعتقد بأنه الله هو روح والجسد محتقر. ما يصير الله يصير جسد، ما يصير، ما معقولة. لأن الخليقة هي المادية هي شريرة. أريدكم هذه الفكرة يعني تحتفظون بها، أنه عندنا عملاقين، بولس يترك الشريعة ويبني على المسيح بالجسد، ولد من امرأة، وأغسطينوس راح يترك المانوية ويصير مسيحي ويصير مطران ويصير أعظم أب من أباء الكنيسة اللاتينية الغربية. وبعدين هم رامي راح يوزع لكم هذا النص اللي بعثتونه، أحد من كبار آبائنا الشرقيين اسمه نرساي الملفان، توفي سنة 503 ميلادية. هذا أيضا هذا النص نصلينه كل يوم أحد الصبح بالطقس الكلداني. هذا النص أيضا يفهمكم شنو الجديد بالمسيحية.
يعني هذا ما بس جديد، لكنه كثير كثير مهم أنه نؤمن بأهمية الجسد. ولهذا اليوم عيد الحبل بلا دنس هو قضية جسد الله اللي ولد من امرأة، قدس الله حتى يحضر لنفسه هذا الجسد، يقولها إنني جئت. وإذا تريدون تفهمون هل نقطة، اقرأ رسالة إلى روما فصل 8، أكو آية تقول الذي صار إنسانا. ولهذا أباء الكنيسة كانوا في حرب فكرية مع ديانات تنكر جمال الطبيعة وقيمة الخليقة. ولهذا من عملوا سنة 325 من عملوا قانون الإيمان، وبربنا يسوع المسيح ولد من مريم العذراء، يعني صار إنسانا، هاي يعني يركزون عليها، بينما هو نور من نور، إله حق من إله حق. هذا التوازن راح ينعقد حوله مجمع سنة 451، مجمع خلقيدونيا، حتى يعني يسوي توازن أنه صحيح الله روح، لكن أيضا الله ظهر بالجسد. وهذا كان كفر بالنسبة للديانات القديمة، كفر كفر بكل معنى الكلمة. ولهذا راح تقوم في المسيحية بدع كثيرة من شمال أفريقيا، خاصة الفالنتينية وهذه المانوية، وبدع كثيرة تحتقر الجسد. حتى للنكتة، إذا تسمعون أغنية عبد الوهاب، أصور أغنية الجندول، يقول عش الروح ملوش آخر، أما عش الجسد فاني. هذا هاي غنوصية هاي، بينما إحنا نؤمن أنه ما ينفصل الروح عن الجسد. الإنسان مدعو إلى نؤمن بقيامة الأموات والحياة الجديدة بالجسد. هذا الجسد راح يأخذ أهمية، بحيث كثير من المسيحيين راح يشوفون صعوبة، يعني معقولة هذا الجسد المسكين اللي يتألم، اللي عجز، اللي يبيض شعره، اللي يموت واللي يصير عظام، معقولة هذا يرجع للحياة؟ إذا ما فهمنا سر التجسد، ما نفهم القيامة، ما نفهم معنى الحياة الأبدية، ما نفهم. ولهذا كل الإنجيل هو إنجيل التجسد، يعني الله. ولهذا يعني الله يكلمنا من خلال جسد. في البدء كان الكلمة، إذن الجسد هو الكلمة. الجسد يحكي، واللغة اللي تطلع من جسدنا، من ثمنا، من عيوننا، من جسمنا، هذه اللغة هي شخص حي متجسد بينا. يوحنا يقول وحل فينا، مو حل بيننا، لا، حل فينا. وراح نشوف أنه الجسد له عواقب كبيرة، ما بس بيسوع يقف عند يسوع، لا، أنا الطريق، يسوع طريق يقود إلى الروح القدس، وهذا الروح القدس راح يسوي لنا هياكل. كل واحد جسده يصير هيكل الروح القدس. ومريم اللي حكت عنها الأخت جمانة، مريم هي الكنيسة الأولى اللي استقبلت هذا الجسد وربته وقدسه وعلمته. وهالشكل راح يصير هذا التفاعل مع الأجساد البشرية،
رح نتحول إذن بالمختصر من تصورات عن الله، تخيلات عن الله، إلى عقلانية الله. العقلانية يعني تيارات العقلانية الغنوصية الفكرية. كان أغسطينوس مثقف جدا، وبسبب ثقافته الفلسفية راح صار مانوي، وكان بولس مثقف جدا وبسبب ثقافته صار فريسي. لكنه يسوع راح يتجاوز التصورات وراح يتجاوز العقلانية وراح يدخل في عالم التعاطف الروحاني الجسدي، وراح ينطي لهذا الجسد معنى آخر، امتداد في التحول. الخليقة حسنة ورأى الله أن هذا حسن. الخليقة حسنة والخليقة مدعوة إلى التقديس، ليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. راح نتقدس، راح يقدسنا، يقدس الطبيعة. وراح تشوفون بهذا النص، هذا النص مع النرساي يقول في وسط الصلاة: فالمعجزة التي صنعها مع طبيعتنا تفوقنا وتفوق كل الخلائق، إذ جعل جسدنا هيكل قدسه ليتم فيه سجود الجميع. هاي النقطة انتبهوا عليها. يعني أنا، أنت، أنت، جسدنا هو هيكل. يعني أنا عوض عن الطبيعة أسجد، باسم الطبيعة أسجد، فأنا أصير مكان تجلي الله. ولهذا راح يجي بعد 1200 سنة من يسوع القديس فرنسيس وراح يصيح: يا شمس يا أختي، يا ماي يا أخوي، يا قمر يا أخوي. راح يشعر بالانتماء إلى الخليقة اللي هي خرساء، بس أنا في تسبيحي أمطي لها لساني، أنا أقدس الطبيعة بتسبيحي، بصلاتي، أرفع كل شيء أقدمه لله، ويانه شوية خبز أرفعه. ولهذا إحنا من نسوي التقدمة بالقداس، كل الطبيعة هي مختصرة في الخبز، أما هذا الموضوع الخبز فهذا موضوع واسع جدا. أنا اشتغلت سنة حتى أنشر 7 صفحات ليش اختار يسوع الخبز، لأنه يختصر كل الطبيعة من ثمر الأرض وعمل يد الإنسان. الخبز هو من 12,000 سنة ولي جاي، هو رمز للخليقة، رمز للطبيعة، ورمز للإنسان، ويشبه جسد الإنسان، يشبه يعني مثل يسوع يأخذ تشابيه المرأة اللي تعجن والعجين شلون يكبر، الخميرة، أكو رموز كثيرة، لكنه كلها تشير إلى التحول، إلى المعاناة، لازم يدخل الخبز بالنار. وكل هذا يعني المسيحية بيها كثير أشياء، بس كل الدور حول محور واحد: الخليقة زينة، كلش زينة. هذه الخليقة هي جيدة رغم الخطيئة، هي جيدة. هناك فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، هذا زين، لكنه خليقة هي قابلة للتحول، نعم، قابلة للتغيير، نعم. نقدر إحنا نغيرها، نعم. أرسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. إذا أرجعكم إلى فكرة الأساسية، بأنه القدماء كانوا عندهم كآبة ضد الجسد. يعني هذا اليوم حتى إذا تريدون نطبقه على واقعنا، كثير ناس يحتقرون جسدهم،
خاصة أدنى أغنى شركات العالم هي شركات الكوسميتيك اللي تحاول تضحك على الجسد، تحط له مساحيق، تحط له مواد حتى تأخر شوية شيخوخته، يعني والدعايات والروائح والعطور، كل هذه بالحقيقة قبول الجسد، قبول الطبيعة، قبول الحياة، قبول العالم، قبول الكون، هو ثمرة سر التجسد. يعني الله مو في السماوات، الله كذلك على الأرض، وأكل معانا، ذاك الذي رأيناه، ذاك الذي سمعناه، ذاك الذي لمسته أيدينا، لأن الحياة قد تجلت، نبشركم بها، جاء ويانا، صار ويانا. ولما توما يقول أنا لازم أحط إيدي وهاي، قال طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. بيش يؤمنون؟ يؤمنون بأن جسدهم هو امتداد لجسدي، إحنا جسد يسوع، إحنا امتداد لهذا، هذا هاي المادة الهائلة اللي اسمها أجساد البشر باللغة الآرامية اللي حكى بها يسوع، يقول أملث هو بسرة، يعني والكلمة صار لحما، لحما مو فقط جسدا، هذا اللحم المحتقر اللي نحن لما نموت نصير لحم دود، وهاي والكلمة صار لحما، ولكن هذا الجسد ما هو فقط جسدي أنا أدافع عنه، لا، هو جسد أخوتي وخواتي، جسد التعاطف، والتعاطف هو قمة التجسد. كنت جائعا وعطشانا ومريضا وغريبا ومحبوسا فأسعفتموني. يا رب متى رأيناك؟ حتى المؤمنين يقولون يا رب متى رأيناك، يعني أصعب شيء بسر التجسد هو متى رأيناك. أصعب شيء أنه تسقط هذه القشور مثل ما سقطت من عيون بولس، يقول وسقطت من عينيه قشور، أكو قشر أمام رؤيتنا للتجسد. هذا القسم الأول اللي ردت أحطكم في إطار تركيز حرب دفاع عن الجسد بالقرون الأربعة الأولى من المسيحية، واللي بيها صار كثير كثير انقسامات. هذه الانقسامات راح تصير من سوء فهم سر التجسد، وراح يصير عندنا من بداية العهد الجديد راح يصير عندنا تيارين لوصف التجسد، نسمينه بالمختصر التيار النازل والتيار الصاعد. التيار النازل هو أنه الله من فوق نزل وصار إنسان اعتمادا على والكلمة صار جسدا وحل فينا. هذا النازل يغلب عند الشرقيين، الشرقيين يختارون نزول الله في رحم مريم، نزول الله على يسوع في يوم العماد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولهذا الأرمن يحتفلون بعيد الميلاد يوم 6 كانون الثاني اللي هو عيد المغطس، عيد العماد، عيد نسمينه عيد الدنح، والدنح هو الكشف. يعني قسم من المسيحيين القدامى استعجلوا قالوا يسوع اكتشف نفسه ابن الله يوم العماد فقط، لكن هذا الطرح ما يشبه طرح
التجسد الصاعد اللي يركز عليه مربولس. مربولس يركز على أنه آلام يسوع هي كاشفة لمنو يسوع هو ابن الله، لأنه تألم من أجل خطايانا وقام وجلس عن يمين الآب بالجسد. فصار عندنا بالمسيحية تيارين هاليوم في زماننا، هذول التيارين يشبهون سكة قطار، وأحسن واحد يتكلم عنهم هو البابا بنديكتوس السادس عشر، كتب عدة كتب حتى يشرح هل حركة المكوكية بين نزول الله في الجسد وصعود جسد الله إلى السماء. أتباع التيارين كثيرين، يعني أكو ناس يفضلون النزول وأكو ناس يفضلون الصعود، ما مشكلة اثنين منصل إلى نفس النتيجة. وإذا تقرون كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية راح تشوفون أيضا هذه الأفكار موجودة. الفكر الصاعد يركز على أهمية الشخص مو الفرد، يعني أهمية الإنسان كشخص person. هذا يعني أن يعني الإنسان حتى يصير فعلا هيكل الروح القدس لازم يتحول من فرد إلى شخص، وهذا السر نفهمه بالكنيسة لما نربي أولادنا حتى يصيرون أشخاص مؤمنين. بعض اللغات مثل بالفرنسي ما يقول نؤمن بالجمع، يقولون أؤمن بالمفرد، حتى كل شخص يشيل إيمانه بجسده يؤمن هو. يعني إذا عمك أو خالك مؤمن، هذا ما يعني أنه أنت مؤمن، لازم أنت أو أنت تكونوا مؤمنين بداخل هذا الجسد اللي هو عنده خصوصية. جسدك عنده خصوصية صاعدة بالتحسن والتربية والثقافة والإيمان والنمو. النمو كل الأجساد تنمو، حتى النباتات حتى الحيوانات تنمو. هذا النمو إحنا نشبه الحيوانات في النمو، في يعني جسديا إحنا لبائن مثل حيوانات لبونة إحنا، لكنه عندنا هالخصوصية بأنه صعودنا ما يتوقف وصعد إلى السماء. هون كان نزل من السماء، هون صعد إلى السماء. هذا الجسد مالنا يصعد إلى السماء. من شخص يموت نقول انتقل إلى رحمة الرب، يعني يا رب استقبله في أحضانك إلى آخره. يعني حياتك أنت هي صعود مستمر. ليش صعود مستمر؟ لأنه ما بس الخليقة هي جيدة، ما بس الله خلق كل شيء حسن، وعندما خلق الإنسان حسن جدا، لا، بالخليقة أكو سر أنه اللي خلقنا ما هو فقط خوش مهندس رائع جميل، ما أعظم أعمالك، المزامير ترتل، ما أعظم أعمالك، السماء تتحدث بمجد الله والجلد يخبر بما فعلت يده. هذه القسم الأول، الدهشة أمام جمال الخليقة اللي ما كانت عند الغنوصيين، وما كانت ما هي عند كل البشر. اللي عنده كآبة كل شيء أسود، لكن يصل يسوع إلى نتيجة بأنه هذا الخالق ما هو فقط خالق، هو بابا، هو أب أحسن من كل الآباء. هذا الكشف انكشف يوم العماد بالمغطس مالكم في الأردن. يوم العماد انكشف هذه الأبوة. ما هي ليسوع فقط؟ راح يعلمنا من نصلي أن نقول إحنا أيضا
أبانا الذي في السماوات، يعني هو طيب بالخلق وهو طيب بالأبوة. فإذا أنا ابن الله بالجسد، خلق جسدي، فمستحيل لن تدع قدوسك يرى فسادا، مستحيل. ولهذا هذا الجسد بينه بسامير، علامات الألم راح تبقى إلى الأبد قد يسوع، إلى الأبد، حتى نتذكر أهمية هذه النعمة والحق. لمن يقول إنما الشريعة جاءت عن يد موسى، آية 18 من فصل الأول من يوحنا، إنما الشريعة جاءت عن يد موسى. الشريعة، الشريعة اللي هي كاشف الله عند اليهود، هي الواسطة الوحيدة بيننا وبين الله. مار يوحنا ومار بولس راح يقولون لا، وإنما بيسوع النعمة والحق. هالكلمتين هي مثل ربي وإلهي مال توما، نعمة وحق. الحق هو الموت، والنعمة هو الحياة. النعمة هي الحمد لله والشكر، يعني إذا واحد عطشان جلاس ماي يسوى الدني، لكن كل شيء نعمة. أي راح تجي ترازية صغيرة وراح تكشف ببساطة قلبه الصغير، راح تقول كل شيء نعمة، كل شيء نعمة. والحق هو دار الحق، أكثر شيء حقيقي أكيد أكيد بديهي طبيعي ما حد يقدر ينكره هو الموت. فلهذا راح يكشف لنا يسوع أنه كل شيء نعمة حتى الموت، كل شيء نعمة حتى الموت. لأنه إذا مت أنا في النعمة حتى الموت راح يصير حقيقة كاشفة لله. ولهذا راح أنا أكتشف أن حدود الإنسانية اللي هي الموت هي بلا حدود، لأنه بالعهد القديم بحر الأحمر ما اسمه بحر الأحمر، اسمه بحر سوف، سوبا، بحر الحدود القصوى. فيجي يسوع ليش يخلصنا؟ يخلصنا من الخوف، من الموت، يعبرنا إلى ما وراء هذا الموت، حدودنا الإنسانية. ولهذا أكو شيء غريب جدا في التيار الصاعد أغرب من النازل، لأن النازل شوية نفهمه بسرعة أنه الله نزل وتجسد وكلمنا ومن هو صغير كان يفتهم وعمره 12 سنة ضاع بالهيكل وقلل أمه، كان يجب أن أكون فيما هو لأبي. هذا الشرقيين حبونه هذا التيار، لكن الغربيين من جو حكوا عن الصاعد قالوا زين يسوع الإنسان هل كان يعرف؟ هل صحيح كل هاي الأشياء؟ وبدت الدراسات اللي سموها الكريستولوجية، دراسات عن شخصية يسوع. فراح ندخل في موضوع الهوية والانتماء، الهوية المسيحية، وداخل الهوية المسيحية راح تدخل المذاهب، وراح تدخل هذه سببها التيار الصاعد. منو أنا؟ ليش؟ وش معنى؟ لا تيار الصاعد يكفي ولا تيار النازل يكفي، احنا راح نبني هذا التوازن بإيدينا البشرية. وكل جيل من أجيالنا لازم يعيد النظر في نظرته إلى المسيح. يعني ما يكفي أن أقول نؤمن بإله واحد، ما يكفي أن أقول أبانا الذي في السماوات، لازم أقول كما يعني اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر. كثير من المسيحيين من أبرشيتي قلوا لي أصعب جملة في صلاة الأبانا كما نحن أيضا نغفر، كلش صح.
فعلا صعبه، لانه هذه تنتمي الى الصاعد، ما تنتمي الى النازل. النازل انت ابني احبك يلا، الصاعد هو كما نحن ايضا نغفر، وهذه صاعده، اصعد فوق صعوباتي واصعد فوق كراهيتي واصعد فوق كسلي. هذا الانتماء، الانتماء اصعب من الهويه. الهويه سهله بطاقة، هوية بلدي، هوية جسمي، هوية رجل أو امرأة، هوية هاي بسيطة. ولهذا أغلب مشاكل العالم هي مشاكل هوية، الهوية النازية والهوية الفاشية والهوية الأيديولوجية وتيارات خربت بيتنا. بس من يجي يسوع يقول أنت تنتمي إلى بشرية، جسد واحد في البشر، الخليقة جسد واحد، الطبيعة جسد واحد، حتى تسبح وحتى تقتسم وحتى تشكر وتعمل أوخارستية، مثل تيار دي شاردان يقول أقدس على العالم، والعالم برشانة واحدة بس، أقدس على العالم. عنده عدة كتب يتصور العالم كله برشانة واحدة يقدسها. هذا هو سر التجسد، أن الكرة الأرضية والكون كلته يسوع يصير سيد الكون، لأنه ده يغير الكون من خلال هذه الديناميكية. شبيه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. فإذا كيف ممكن إحنا خلال عدة قرون كنا نحاول أن ندخل سر الله في عالم بينه أساطير؟ المسيحيين مضطهدين، دائما مضطهدين، لأنه هي لا يؤمنون بالأساطير ولا يؤمنون بالعقلانية المنطقية الرياضية، يؤمنون بالتعاطف. هذا التعاطف هو يتجاوز الفضولية، حب الاستطلاع. من يجي واحد يسألني ليش تؤمنون هيك؟ ليش تقولون هيك؟ ما نقدر احنا نشرح، يعني هذا حب استطلاع. العقلانية ما تكفي، الأفكار ما تكفي، والكتب الفكرية كثيرة بهالخمسمائة سنة الأخيرة، ايش قد صدر كتب حتى تشرح المنطق المسيحي؟ ماكو منطق، اكو إيمان. لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل، هذا الإيمان ما بمنطق. الإيمان مثل الحب ما بمنطق، أحيانا أحب بس بدون منطق، أحب لأنه عندي حدث مستقبلي. يعني ممكن بنت تختار شاب تعتمد على ماضينه، منطقيا هذا خوش ولد زين، لكن من يقول هذا بالمستقبل راح يكون زين؟ منه؟ ما حد يعرف. الإيمان بينه هذا الجزء المستقبلي، ومن يقول أنا راح أعيش طويل مع هذا الشخص؟ ومن يقول أكو كثير تساؤلات تخلي كثير ناس يشكون ويفقدون إيمانهم ويترددون. وما أكثر التردد بالحياة، لا يأخذون قرار، لا يتزوجون، لا يقررون، لا ينتمون، فقط لأنه عندهم حكايات وعندهم عقل منطقي. الإيمان هو تجاوز وراء حدود الأساطير والقصص، وراء حدود العقل والمنطق. الإيمان هو هالحبة الخردل اللي تنمو وتجي طيور السماء تعششوا فيها. فإذا هذا الانقسامات اللي صارت حول مريم، بالنسبة لحبل بلاد ناس، بالنسبة لعقيدة الانتقال، بالنسبة لقيامة يسوع، كل الانقسامات هي طبيعية. لأن بس نجي إحنا نباوع الإيمان، ننظر إلى إيماننا، نصطدم.
نصطدم من نشوف طفل صغير، معقول هذا الطفل فد يوم راح يصير طبيب مهندس؟ معقول؟ أنا أقول لا، بس أمه تقول إيه، لأن أمه تؤمن بينه. فيسوع عشر يريد يغير نظرتنا. إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. مستحيل. شنو ملكوت السماوات؟ هو يرثون الأرض بالجسد. يعني هذول اللي مجدون ويسبحون ويصلون ويصرخون فرحهم أمام الطبيعة وأمام جمال الخليقة، هذولا يتصالحون ويا نفسهم. ولهذا الليتورجيا والصلاة الليتورجية ما هي إلنا، ولا هي طلبات، ولا هي حاجات، لا، هي بالحقيقة صلاة التسبيح. صلاة التسبيح يعني أشعل شمعة، نفس الشيء أروح أقول كل شيء ما أريد منك، بس أريد أقول لك أنت حلو، أريد أقول لك أنت رائع، أريد أشكرك. هاي الخبزة يمكن ما تسوى ولا شيء، لكن اليوم كتبت مقالة حول هالأرملة اللي عطت فلسين وشاف يسوع تلقي الفلسين بالهيكل، يقول أعطت كل حياتها. فالتفسير ماله عند بعض الآباء هو أنه فلسين هي الكنيسة، الفلس الأول هو البرشانة هو القربان، والفلس الثاني هو الروح القدس. ما بينه قيمة. يعني من واحد يجي عندي ومعنوياته هابطة وأحكي معانه كلمتين طيبين، هذا الروح القدس، هذا ينفخ بينا، ينفخ معنوياتنا ويخلينا نطلع من العلية حتى نبشر، نقول للناس لا تخافون بعد، الرب حنون وطيب ما يحقد علينا. الشعور بالذنب ما مشكلة، لأنه الخاطئ بآخر لحظة هذا اللص اليوم تكون معي في الفردوس. زين، أكو ناس يجون منطقيا يقولون إيه هذا شلون، يعني شلون يصير ما يدفع ثمن كل الناس اللي قتلهم مجرم؟ هاي يابا شيل المنطق هون شوية وتعال مع أغسطينوس، يقول يا لص، كيف استطعت أن تعرف المصلوب الذي معك هو ابن الله؟ يقول نظر إلي ففهمت، نظر يسوع إلي ففهمت. هذا هو الروح القدس. هل علينا الروح القدس؟ خلصوا أنقذوا. فإذا إحنا يعني سر التجسد هو ما يكتمل إلا بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس. أنا أتصور أتوقف عند هذا الحد يا رامي، ويمكن وصلت أسئلة عندك حتى أجاوب عليها، ويمكن أكمل النقص اللي كان. طبعا اختصرت كثير أشياء بهذا اللقاء، فأتمنى أسمعكم أنتم. سيدنا شكرا دائما طبعا على كلامك الغني والرائع. في شخص بيسأل بيقول إنه قصة المسيح بتجسده وقيامته وموته وإنه ولد من عذراء بتشبه أساطير كانت موجودة قبل، كيف بنقدر نتأكد ونعرف إنه اللي حدث مش مجرد أسطورة ولكنه حقيقة، لأنه محور إيماننا مبني حوالين هذا الحدث المغير؟ إيه، هو قال يسوع، الجواب واضح جدا، من ثمارهم تعرفونهم. هاي يعني هاي الجواب الأول. الجواب الثاني، وسائل نقل المعرفة عند البشر هي متعددة، وأكثرها
أكثر طولا على مدى الزمان هي الأساطير، القصص. أنا درست الأساطير، يعني طول عمري أدرس الأساطير، لأن الأساطير هي وسائل تعليمية. بس السؤال هو أنت كيف تقراها؟ يعني كل شيء بالكتاب المقدس هو تعليمي، حتى كلمة توراة هي تعليم. أخذوا عناصر أسطورية من ميزوبوتاميا، من بلادنا، أخذوا عناصر أسطورية واستعملوها حتى ينطون معنى آخر، حتى يوصلون الرسالة. بالضبط مثل ما رفرام السرياني كان يأخذ أغاني شعبية ويعمل عليها شعر إيمان، شعر كنسي، وكثير من تراتيلنا هي أغاني شعبية قديمة. ونفس الشيء عند الأرمن، قوميداس كان يأخذ أغاني شعبية ويحط عليها تراتيل، ما مشكلة. فهذه الأساطير هي أساطير، لكن إحنا القصص مالنا هي دروس تعليمية، ولما نكبر تتحرك بينا هذه القصص. ليش؟ لأن الديانة شكلين، الديانة شكلين، الديانة إما أيديولوجية أو هي تقوى. أكو ناس متدينين بمنطق، عنده منطق، وبالمنطق ماله يضطهدني ويقتلني ويطردني من بلدي، هذا منطق، بس هو ما عنده تقوى، لأنه حتى ديانته تأمره بالتقوى، بأنه يحب الناس وهاي، بس هو ديانته صارت جافة أيديولوجية. أكو شخص آخر الديانة عنده تصير تقوى فقط، بحيث يصير وسواس، والخطر الوسواسية بالديانة أخطر من الأيديولوجية. الأيديولوجية بسهولة تصير إلحاد، لأنه كثير من الديانات صارت ديانات ملحدة وصارت تضطهد البقية. بالحقيقة ما تعرف الله، لأن لو تعرف الله ما تضطهد البقية، فعندنا مشكلة. إذن إيش يفسد الديانة؟ مو الأساطير. اللي فسد الديانة أنه الأسطورة تصير أيديولوجية، أو التقوى تصير وسواس. هذا التعريف يطلعنا من الأسطورة والوسواس. إذا نحن قرينا التجسد كأنه أسطورة، أنا معاك، نصير مثل سرجون الثاني، أو نصير مثل الأساطير القديمة. وإذا إحنا صرنا مسيحيين فقط وسواسيين، لازم أصلي كذا، وإذا ما أصلي ما أقدر أنام، والله راح يعاقبني وراح تندعم سيارتي، وإلى آخره من الوسواس الديني، هذا أيضا ما كنا نفهم شيء من الإيمان. الإيمان هو حرية، هو انفتاح، هو فرح. فرح، إن فرح الرب قوتنا. هذا الفرح بالروح القدس. فالأساطير ما بيها روح قدس. أسطورة الطوفان مال جلجامش ما بيها قوس قزح. قوس قزح بس بالكتاب المقدس يقول وندم الرب ولن أعمل طوفان مرة أخرى. هون عندنا أسطورة لبسوها ثوب إيماني، فصار النبي، صار النبي ما وراء الأسطورة، أو يتجاوز الأسطورة. راح ياخذ سفر التكوين أساطير وراح يعمذها، يعني راح يسويها إيمانية. وإحنا بالتعليم المسيحي ناخذ قصص ونستعملها كأدوات توصيل الفكرة الإيمانية. والإيمان ما سهل، ولهذا صحيح صحيح إحنا قصصنا ممكن تقرأها قراءة أسطورية، ولا تخاف، كثير يقرأها قراءة أسطورية، بحيث
ما ينزل الإيمان إلى قلبه، يبقى على مستوى بلا بلا بلا، مثل ما قالت هاي البنت ثمبرغ على مؤتمر غلاسكو مال البيئة، قالت هذول السياسيين ما يعرفون أنه إحنا في خطر، ولهذا قراراتهم هي كلها بلا بلا بلا. فالديانة بلا 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 إذا ما بيها هل شوية إيمان، هل شوية، هل حبة خردل. ولهذا يسوع عنده جملة رهيبة يقول عندما سيأتي ابن الإنسان بالمرة الثانية هل يا ترى سيجد إيمان على الأرض؟ ما يقول يجد ديانة، ما يقول يجد بنايات وكاتدرائيات، لا لا لا، هل يا ترى سيجد إيمان؟ هذا الشيء الشخصي اللي بينا لما أقول يا رب أحبك، هذا هو الإيمان، بس هذا، والبقية اغسل إيدك. جميل سيدنا، في بعض الأشخاص بيقولوا إنه الإمبراطور ومن ثم الكنيسة سرقت المسيحية وحولتها من طريقة حياة إلى ديانة، ولهذا السبب هم ما بيآمنوا بالمسيحية التي وضعتها الكنيسة. ما رأيك بهذا الخصوص؟ شوف، يعني أنا معك لو نعتمد على البشر كانت القضية سهلة، بس ذكرت بالبداية اهتداء شخصيتين هو بولس وأغسطينوس. شنو الاهتداء؟ الكنيسة في كل قداس تطلب من يسوع يا رب ساعدني أن أهتدي، يا رب ارحمنا، بالبداية القداس اغفر لنا. هذه الكنيسة هي مو مؤسسة، هي تجمع لناس عندهم خطايا، عندهم ميول، عندهم ايش ما تريد. لكن الكنيسة مثل بطرس، وبطرس في الإنجيل نموذج لهذه الكنيسة الخاطئة، تنكر يسوع، مثل العهد القديم عملوا عجل ذهبي، بطرس ينكر يسوع ويرجع يبكي يتوب. الكنيسة مرت بفترات كانت قبيحة، وما أنا أقول هيك، القديس يوحنا بولس الثاني يذكر في كتاباته 94 مرة سامحونا على أخطاء الكنيسة، 94 مرة سويت إحصائية. فإذا الكنيسة خاطئة، وأحد كبار اللاهوتيين اليوم يقول أمي خاطئة، هي أمي تبقى أمي، هي خاطئة وخاطئة كثير خاطئة. ولهذا راح يعني التنظيم الديني هو إطار الصورة، التنظيم الديني لابد منه، يعني أنت بالبيت إذا كل واحد يجي يروح المطبخ ويأكل بكيف ويسوي له سندويج ما راح تعيش حياة عائلية، لازم شوية تسوي تنظيم، يأكل بفلان ساعة، نفطر بفلان ساعة، نتعشى على الأقل مرة بالأسبوع، نتعشى سوا. هذا التنظيم الكنسي هو نوع من التنظيم، شو وقت نصلي، شو وقت نجتمع، شو وقت، هذا نسمينه الطقس، الطقوس. الطقوس حياتنا كلها طقوس، ماكو شيء ما نسوينه بدون طقس. الأسواق مالنا طقوس، المجتمعات مالنا، اللغة طقوس، كل شيء طقوس. لكن الإيمان هو ما وراء الطقوس، هو هل ثمرة اللي تطلع من ثمارهم تعرفونها. يعني حملوا، اعطينه، انطينه راتب، انطينه فلوس، اذا الموظف ما يريد يشتغل ما راح يشتغل، واذا فاسد يعني هو فاسد. ولهذا اكو فرد شيء
ما يعرفوا يسوع لما طلبوا منه قالوا له زدنا إيمانا، قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. ولهذا بالإنجيل تدور بالإنجيل ما تلقي تعريف للإيمان، ماكو تعريف، أكو تعريف للديانة أنه هي تفسد، تفسد إما بالأيديولوجية إما بالتقوى المبالغة. بس الألم يصفينا، ولهذا قالوا أن دماء الشهداء هي بذار الحياة. لما اضطهدنا، لما مرينا في أزمات، قامنا قديسين ما نكروا إيمانهم. أنا أفتخر بمسيحيين مال سهل نينوى داعش، قال لهم اتركوا إيمانكم وتبقون في قراكم، تركوا قراهم ما نكروا إيمانهم. أنا أفتخر بهم أحسن من بطرس طلعوا، لأن بطرس خاف من هذيك الجارية الخادمة، بينما مسيحيين سهل نينوى ما خافوا. هذا برافو عليهم، هذا فخر. ما ديانة أنقذتهم، إيمانهم أنقذهم. الديانة ممكن تأخذ أشكال، يعني يأتوا من المشارق والمغارب وعندهم ثقافات متعددة، بس تشوف عندهم هذا الإيمان العجيب، عندهم هذا الإيمان. أنا يعني أنا في يوم سمعت واحد فلسطيني، الجيش الإسرائيلي قتل ابنه عمره 16 سنة، فخبروا الآب، يعني إحنا مقهورين صارت الحادثة، بس تسمح أنه ناخذ أعضاء ابنك المقتول ونعالج بيها مرضى إسرائيليين؟ وافق. هذا شو تسمينه هذا؟ هذا الرجل هذا قديس وافق. وقالوا له بعد أكثر، قالوا له يمكن أعضاء ابنك راح تروح لجندي إسرائيلي، هم وافق. أيش سوى هذا؟ ليس من حب ناظر ومن حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. هذا كاشف لله، شعلك من دينه. هذا العمل، هذا العمل اللي سوانه هذا الرجل الفلسطيني، هذا العمل يبقى إلى الأبد أمام الله مقدس، لأنه تضحية، لأنه مرتين موت، مات طفله وهو مات لما أنطى جسد ابنه لهذولا. فتما عليك بالمنطق، لو نجي على المنطق كثير ناس راح يزعلون من هالقصة، بس قصة حقيقية. بس هذا بينه وبين الله أكو غير حكي. ولهذا ما لازم إحنا إطار الصورة نحكم على الصورة، الصورة غير شيء، الصورة شيء والإطار شيء. سيدنا بدي أسألك سؤال سأله الغني ليسوع زمان، ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية؟ يعني نحن كيف نخلص؟ هل بالتزامنا بما تمليه علينا الكنيسة، لأنه كمان الطاعة مهمة وعشان ما يصفي في الكثير والكثير من الطوائف، ولا بالإيمان اللي أنت ذكرت أنه ما بنقدر نعرفه وهذا الإشي بيزيد الموضوع صعوبة، ولا بأنه نعمل؟ وأحياناً والأمثلة موجودة، العمل ما بيكون من حياة داخلية تقية. ماذا نعمل لنخلص؟ يعني هو سؤال صعب، والإنجيل ما ينطي جواب، لأنه هذا الغني قال له احفظ الوصايا، يعني كخطوة أولى. قال حفظتها، أحد الأناجيل يقول نظر إليه فأحبه. قال له واحدة تعوزك، اترك كل شيء واتبعني وتعال مبشر. هذا اللي أسمينه ديانة التعاطف. أنا قلت بأن الديانة بالبداية هي أساطير، بعدين تصير عقلانية، بعدين تصير تعاطف. هذا التعاطف من وجهة نظر بشر شيء، أنت عندك تعاطف تجاه
عائلتك أولادك تعاطف، هذا ضروري. كثير ناس حتى هذا ما عنده، يضرب أولاده، يؤذي عائلته، يطلق، يعني يتصرف تصرفات ما يحب. بس يسوع ده يدعونه يقول له اترك كل شيء واتبعني، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. أكو فرد خطوة بالتخلي تساعدنا أكثر مما نتصور. يعني هو شنو سبب الحروب والمشاكل غير الفلوس والمال والنفط والتعتير والتعاسة اللي احنا دا نعيشها؟ بس هذا الشخص اللي دا يسطو ويسرق وياخذ هاي الفلوس، شقد راح يعيش بيها؟ حتى لو حطوها معانه بالقبر بالتابوت، اش راح تفيده؟ الانسان قصير النظر. اش دا يعلمنا يسوع؟ دا يعلمنا يسوع اذا تريد تصير غني، صير طويل النظر، بعيد النظر، مشكله المستقبل، مشكله المستقبل. هي حقيقه الخلاص هو علاقه مع المستقبل. ليش؟ لانه من واحد يتزوج، انا كنت دائما اسوي محاضرات اقول المفروض لما واحد يتزوج ما نعمل له حفله، مثل واحد يدخل كليه ليش تسوي له حفله؟ بعد ما شفنا خيره من شره، هو نجح حتى تسوي له حفله؟ انا اقول احسن شيء اعمل له حفله بعد 20 سنه من الزواج، بعد 50 سنه من الزواج، نقول هذا برافو، هذا تخرج، نجاح، برافو عليك. البدايه ما هي شيء يعني صعب، البدايه سهله، الكل يحب البدايات، ولكل جديد لذة. لكن النظرة إلى المستقبل هي أصعب شيء بالحياة. المستقبل هو قريب، وسط، بعيد. يسوع ده ينطينا ديانة مستقبلية، ولهذا إحنا نلاقي صعوبة، لأنه قليل بيننا إحنا نفكر بالمستقبل، نفكر بالماضي ونشتر الماضي مثل البقرة، نشتر الماضي ونتأذى من الماضي، والماضي ما يتغير، صدقني ما الماضي ما نقدر نغيره، يمكن نقدر شوية الحاضر، بس المستقبل نقدر نغيره. بس قليل ناس يغيرون المستقبل، يفكرون بالمستقبل، يروحون إلى المستقبل. صحيح تقول لي ما حد يقدر يروح للمستقبل، أقول لك بلي، هذا الإنسان اللي عنده الروح القدس ينظر بعيد. لو الناس عندهم هالنظرة البعيدة كان كثير من مشاكلنا ما صارت. ولهذا الجواب مال يسوع على بطرس من يقول له ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، قال إن من يترك أبنا وأما أو حقولا ينال 100 ضعف والحياة الأبدية. المستقبل يعني أش أعرف أنا، استقالت قبل يوم أنجيلا ميركل، يقولون هذه مثل ما دخلت طلعت، كل شيء ما عنده، الناس شايلتها، يقولون يعني وين هي وين رؤساء الآخرين بالعالم؟ هي راح تظل يعني علامة فارقة في تاريخ ألمانيا، علامة تماما معكوسة على هتلر اللي أيضا كان مستشار ألمانيا. بس وين هذاك وين أنجيلا ميركل؟ 16 سنة، سيدة محترمة، بسيطة جدا بسيطة، لكنه أقوى امرأة بالعالم. أنا أتصور شيء عاشت هذه المرأة بها 16 سنة يشبه شوية شيء اللي يطلبه يسوع من عندنا. هذا هو الخلاص، أنقذت بلدها وحطته في مصاف أحسن دول بالعالم. ليش؟ بتجردها وبساطتها. وهذا فد مثل
يطبق أيضا على حياتنا العادية. نقدر سيدنا في اللقاء التاريخي اللي صار بين البطريرك المسكوني أثيناغوروس والبابا بولس السادس، البطريرك أثيناغوروس صار يقول لنضع كل اللاهوتيين على جزيرة ولنمضي نحن معا إلى الجانب الآخر. برأيك ليش مرات في أمور لاهوتية صعبة كتير عمالها بتفرق ما بين الوحدة؟ يعني أكيد المسيح لما تجسد وعاش بيننا هو أراد أن يعيش بيننا كلنا، مش جزء هون وجزء هون. وربما في وقت الأعياد بالتحديد يظهر الانقسام بسبب اختلاف التوقيت، لأنه كل حدا بيحتفل بوقت مختلف كمان. كان هذا الحدث اللي انت حكيت عليه في القدس سنة 1964، وهذا الحدث أنا كعمري 15 سنة وأتذكر أثر بي هذا اللقاء بين هذان العملاقين أثيناغوراس. أثيناغوراس نشر نص مشهور كثير يقول لقد تخليت عن أسلحتي، لقد تخليت عن كل ما كنت أتحصن وراءه، تخليت انكشفت. أثيناغوراس رجل قديس مثل بولس السادس، قديسين هذولا يعرفون أنه كثير من اللاهوتيين ما يصلون إلى هذا التصوف اللي يدعو إلى التخلي، بس أكو لاهوتيين كبار قديسين مثل توما الأكويني، مثل أعرف كثير لاهوتيين كبار، وأنا درست لاهوت وأدرس لاهوت. اللاهوتي هو أيضا يعني هو مرتى لاهوتية. ليش؟ لما تجي توبخ يسوع تقول له أختي تركتني وقعدت تسمعك، مرتى يقول له إنك مشغولة بأمور كثيرة والحاجة إلى واحد، ومريم اختارت النصيب الأفضل. فإذا اللاهوتيين مدعوين إلى الاهتداء، ومدعوين إلى أن يعطون حق اللاهوت النازل واللاهوت الصاعد اللي حكيته عنهم، واللي حكى عنهم أكبر لاهوتيين بالقرن العشرين حقيقة هو بنديكتوس السادس عشر. فما كل اللاهوتيين نحطهم على جزيرة بعدين إحنا نصير بلا إطار، وبعدين يسوع راح تقول له مرتا إذا مريم أنا ومريم نقعد نسمعك إيش راح تاكل يا حبيبي؟ خطية مرتا، ما يصير مرتا بس يعني نقارن بين مرتا ومريم، لا، مرتا ضرورية، اللاهوتي ضروري، ومريم هي المتصوفة. سيدنا كيف ممكن نجاوب شاب صار يقول إنه هو أصبح أفضل حال لما بطل يؤمن بوجود الله لأنه كل شيء غير حقيقي، كيف ممكن نساعده؟ هذا الشاب لا يتوقف، استمر على رفضك لوجود الله. مثل ما أحد أكو مفكر سويسري اسمه موريس زندل، نشرت له كتاب، سألونه موريس زندل، قالوا له أنت تؤمن بالله؟ قال لا، أنا أعيش الله، أنا أتنفس الله، أنا آكل جسد الله. فإذا إيش ما يقول هذا الشاب، ويمكن ما تعرف إيش قد عمره، أحيانا شباب مثل أغسطينوس ومثل بولس يصيرون قديسين كبار. هسه بعد شهرين، لا بشهر أيار، راح يعلن قديس واحد من كبار الملحدين بالقرن العشرين أو نهاية القرن التاسع عشر، اللي هو شارل دو فوكو.
صار قديس، راح قديس من كبار قديسين القرن العشرين ومات مقتول مسكين. الأم تيريزا حتى نهاية حياتها كان عندها شكوك، ونشرت مقالة على شكوك أم تيريزا، وكثير ناس كانوا يقولون شلون يصير هاي قديسة وعندها شكوك؟ بابا بشر، هي بشر، هي بشر عندها شكوك، وهاي الشكوك أحيانا هي دواء لكل الناس اللي يشكون. أقلم لا تخافون، أنت تتصور نفسك ملحد. أكو واحد كاتب إسباني اسمه خوان أرياس كتب كتاب لا أؤمن بهذا الإله. أحيانا الملحدين ما يلحدون بإله يسوع المسيح، يلحدون بإله آخر مشوه أنا أيضا ألحد بينه. ما كل واحد يقول الله ثم يعني الله الحقيقي، بالحقيقة هذول ما ملحدين، هم كثير أقرب إلى يسوع من مما يتصورون. ولهذا الشاب اللي قال لي أنا ملحد أقول له امشي بطريقك ونشوف، فد يوم يمكن راح أنت أيضا تقع في طريق دمشق. سيدنا بحب أرجع للي حكيته عن أهل سهل نينوى وأحكي اللي التقى فيهم راح ينصدم من الإيمان اللي موجود عندهم والبساطة اللي موجودة عندهم. وأنا التقيت بكثير منهم وفعلا نظرتي للحياة اختلفت. ولكن في ناس ممكن من هناك أو من أماكن تانية بصير عندهم شكوك. يعني كمثال، بوحدة من معسكرات الاعتقال النازية لليهود، واحد كتب على الحائط قبل ما يحرقوه: إذا كان الله موجودا سأجعله يتوسل لأغفر إليه. بما أنه الله جسد، من المفترض أنه يدخل بكل تفاصيل حياتنا، ومن المفترض أنه إذا دعيته يكون قريب مني. يعني هو تجسد عشان يكون قريب مني. ليش هالقد في شر وفي موت وفي دمار في الدنيا وقتل، توصل لدرجة إنه واحد يحكي إذا كان الله موجودا سأجعله يتوسل لغفراني؟ وكثير من الأشخاص حتى اللي بيروحوا بيشوفوا معسكرات الاعتقال فعلا يعني بلحدوا، بيقولوا إذا في إشي زي هيك أكيد الله مش موجود. وطبعا هذا جزء من بشاعة البشرية. نعم، أنا أشكرك لأنك ذكرت معسكرات الاعتقال، لأني قبل 3-4 سنين رحت إلى معسكر أوشفيتس في كراكوفيا اللي بينوا ليها يعني هو متحف وبينوا الأفران اللي كان يذوبون بها البشر، وانقتل 1.5 مليون شخص في هذا المعسكر. صراحة أقول لك أنا أتجول بهذا المعسكر وقلبي يعصرني وأقول له يا رب ليش ليش ليش، لأن يعني كل زاوية بها مئات الموتى، ريحة موت ليها موجودة، رغم أنه هاي 70 سنة 75 سنة هذا المعسكر يعني انتهى يعني أغلق. أنت قلت جملة، قلت يدخل الله في تفاصيل حياتنا. ما كل الناس يدخل في تفاصيل حياتهم، يعني لا تنسى طرد الشياطين. كثير ناس ما يدخل الله، يدخل شيطان، تدخل كآبة، يدخل إدمانات، يدخل أشكال الإدمانات وأشكال الأفكار. ولهذا يسوع يقول في سفر الرؤيا: أنا واقف على الباب أقرع، فمن يفتح أدخل فأتعشى معه وهو معي. فإذا كلامك ما ينطبق على كل الناس، إذا ما تخلينه يدخل هو ما يقتحم حياتك. ولهذا أكبر علامة على الإيمان أنه تقول لا مشيئتي بل مشيئتك، حتى يسوع يقولها في بستان الزيتون: لا مشيئتي بل مشيئتك. سر الإيمان هو فرد سر يشبه الطفل المريض اللي يضرب أمه وهي تتقبل. أنت قلت هذا الشخص إيش كتب؟
بس أزيدك علم، في معسكر أوشفيتس اجتمعوا سريا مجموعة من اليهود قبل ما يحرقوهم وحاكموا الله، وصار فد فيلم أتصور بهوليوود محاكمة الله، The God Trial، حاكموا الله. الله تصور راح يزعل؟ ما راح يزعل. هاي الأم ما راح تزعل من ابنه يضربه وهو مريض. فاليوم هذا الابن راح يكبر وراح يتذكر أنه ضرب أمه لما كان مريض وراح يبكي. هذا الكشف اللي كشفه يسوع إلنا بأن الله ما يشبه، رجعته على الملحد مالك الشاب. السؤال هو بأي إله أنت تلحد يا ابني؟ أكيد ما إله يسوع المسيح. ولهذا أحسن صورة لله هي الأم. يقول الأمهات هم، أراد الله أن يكون في كل مكان فخلق الأمهات. أعطانا أم مريم حتى لا ندخل في ذكورية وأنثوية، ولا لا لا، لأنه إحنا نبقى سجناء الكلمات وسجناء التصورات والعقلية. ولهذا يعني إذا تتعمق بالإيمان المسيحي، عندك رفاق بالحياة، من عمادك، من ميرون، من توبة، من زواج، من كهنوت، من أمومة، من أبوة، كل مأخوذة من نطاقنا الفردي حتى نصير أشخاص. هذا الطفل اللي أنت تربينه واللي هو كل شيء ما يعرف، هذا بعد 20 سنة راح يصير شخص، راح يشيلك يوديك للطبيب، راح يحبك، راح يحاول أن يوفيك. وأكو قسم ما راح يعمل شيء، أكو قسم يترك أهله، أكو قسم. فهالتنوع هو جزء من الحرية الدينية. إحنا ديانة مو دكتاتورية، من صارت الديانة دكتاتورية خربت. ولهذا لازم نبقى فراجيل، يعني نبقى سريعي العطب. أحسن تعريف الله يوم اللي ألتقي بينه، قال لي هو أستاذ اللاهوت مالي الله يرحمه قبل 40 سنة، قال لي أول ما راح يفتح باب السماء الله، أول كلمة يقول لي تعرف شنو هي؟ قلت له لا، قال راح يقول سامحني، سامحني يا ابني. قلت له معقولة الله راح يقول لي سامحني؟ يقول إيه، لأنه يحبنا. وماكو أكثر من المحب اللي يعتذر. سيدنا، وقت الانتفاضة اللي صارت بفلسطين، مرة من المرات بتكون في مظاهرة لمجموعة من الفلسطينيين، وبيكون في قناصة من الجيش الإسرائيلي، وبلحظة من اللحظات بتيجي الأوامر إنه اقتلوا حدا، أي حدا، عشان المظاهرة تنفض. فالقناص بيقول صرت عمالي بوجه بندقيتي وبدي أختار الشخص اللي أقتله. أنا بهاي اللحظة صرت عمالي بقرر مين يعيش ومين يموت، وبهديك اللحظة حسيت إنه أنا الله. هل الإنسان فعلاً على الأرض أقوى من الله؟ يعني ليش مرات ما الله يتدخل ويجبر الخير من أجل المضطهدين والمظلومين، من أجل الضحايا؟ ليش بيضل يفكر بحرية الظالم ما بيفكر بحياة المظلوم؟ هي هذا واحد من كبار الأسرار اللي إحنا في حياتنا الإيمانية، وأنا كلاهوتي ما عندي جواب. مشكلة الشر، ما عندنا لاهوت الشر ولا عندنا كتاب يحكي عن لاهوت الشيطان. وانت تقول هذا القناص قال انا صرت مثل الله، عندي حق الحياة والموت، بالحقيقة هذا كذب، لان الله ما عنده رغبة بموت الانسان.
الله ما يقتل. وهذا الموت الجسدي يسوع يقول لا تخافوا منه، لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، خافوا من الذي يستطيع أن يلقي النفس والجسد في جهنم. هذا المسكين، هذا القناص اللي بيتصور نفسه الله وهو محتار بالأوامر اللي تجينه، البشرية قطعت أشواط بعيدة في نضوجة مع الأسف، مع الأسف. محاكم نورنبرغ، وقبل كم يوم في ألمانيا حكموا واحد من اللي قتلوا اليزيديات، طفل، الطفلة يزيدية قتلها، كان هو أيضا لاجئ. إحنا أمام الشر، ابعد عن الشر، صحيح نجينا من الشرير. ولهذا قصة هذا القناص أبد ما يعني ما ممكن نحطه بنفس المستوى مع اللي مات من أجلي حتى لا أموت، ما ممكن. سيدنا ممتع جدا الحوار معك، وممكن ضلنا لآخر الليل، ولكن تقلنا عليك، فرح أختم بهالسؤال مع أني مستمتع جدا ودائما بستلذ بكلامك. بهالزمن كيف ممكن أعيش الميلاد، وكيف ممكن أستعد لمجيء يسوع المسيح؟ الميلاد في شيء غريب، أنه الميلاد عندنا بالإنجيل مختصر كثير، عندنا فقط متى ولوقا يتكلمون عن الميلاد، وكل واحد منهم ينطي منظور، هذا يحكي المجوس والهدايا، يعني ينطينا شوية خلينا نقول أمثال عن الميلاد حتى نتعلم. المجوس قصتهم، واكتشفوا الطبيعة بالنجم، واكتشفوا الميلاد بالكتاب المقدس، وبالأخير اكتشفوا جسد الطفل يسوع وسجدوا له، سجدوا للجسد. هذا لاهوت، لاهوت التجسد. لكن لوقا يحط الميلاد في إطار آخر، يحطه في زكريا وإليصابات ويوحنا ومريم، والفرق بين العهد القديم وعهد الجديد، يعني كل واحد منهم ينطينا منظور تعليمي. وإحنا صار لنا 2000 سنة، هل فصلين، 3 فصول بين متى وبين، لأن لا مرقس ولا يوحنا ما يتكلمون عن طفولة يسوع. لكن لو تريد المفاجأة ويني، أنا درست ما يسمى بالكتب المنحولة، يعني إحنا عندنا عهد الجديد كله 39 يعني صفر بين الرسائل وبين الأناجيل، وهاي الكتب المنحولة هي محاولات من مسيحيين أو غير مسيحيين حتى يعملون أيضا تخيلاتهم، تصوراتهم عن الإيمان، وقسم منهم قريبين من زمن يسوع، مثل إنجيل توما انكتب بحدود سنة 170 ميلادية. هذه الكتب المنحولة يتجاوز عددها 400 كتاب. رفضتها الكنيسة، رفضتها لأنه ما كانت بالاتجاه اللي رادوا يسوع. لا تنسى يسوع ما كتب شيء، فجو تلاميذ وتلاميذ التلاميذ حاولوا يعكسون لنا شيء عن يسوع، واللي كان صادق قبلنانه، واللي شعرنا أنه عنده نية ما قبلنانه. بين هالأربعمائة كتاب المنحول أكو 13 سفر منحول عن الطفولة مال يسوع. فشنو هاي الرغبة بالكلام عن الطفولة، وشلون نتأكد أنه هي عذراء وهاي، وكان يسوي عصافير من طين ويطيرها؟ بالحقيقة المسيحيين إحنا ضحايا شهادة الإيمان لأخوتنا الأوائل للقرن الأول، بس 100 سنة عدنا شهود قفل الإيمان، ما عدنا مصادر أخرى إلا هاي الشهادات. أخذت
المسيحية كجماعة قرار هذه أقبلها هذه ما أقبلها. فإذا ليش تريد أن تكون المسيحية واثقة 100% من مصادرها؟ يبقى القلب دليل، ويبقى المؤمن مثل ما قلت قبل شوية ينكر وجود الله، ينكر طيبة الله، يحاكم الله، والله ساكت مثل ما كان ساكت بستان الزيتون وبالتعذيب ساكت، إلى أن أصحى أنا ذاك الوقت، أصحى وأصير كبير، لأن ديانتنا ما هي ديانة أطفال فقط، هي ديانة بالغين. يعني أمي كانت تشيلني من كنت صغير، من صارت عجوزة قمت أنا أشيلها. فإذا الميلاد ما هو فقط للأطفال، ولا هو كريسمس، ولا هو صناعة صينية، يعني هلكونا الصينيين بالصناعات. يقول لك سوق الكريسمس في الولايات المتحدة فقط سنة 2002 تجاوز 31 مليار دولار مصروفات الشجرة والنشرة والضوء والأضوية وهاي. يعني أنا أصور مسكين يسوع ما لقى مكان في بيت لحم حتى يأكل أو ينام، نام في مذود مال البقر. أنت تجي هاليوم كل هاي الزينة، يعني عيد الميلاد ناطق للتاجر وللحرامي وللقديس وللطفل وللجوعان وللعطشان والمسكين. فأنت وضميرك تريد تشتري زينة وتزين وتخلي هذا المسكين جوعان برا، هذا خوش ميلاد. يعني انت راح تتونس انت واولادك، لكن المشكله راح تكون يعني دائما الميلاد الحقيقي يحطك امام تساؤل، ومن انا بالنسبه لكم، ومن انا؟ ما حد قدر يجاوب على السؤال. سيدنا كلام ولقاء كان مذهل، شكرا جزيلا على محبتك وعلى حكمتك وعلى وقتك، فعلا وجودك ودعمك لنا بركة كثير كبيرة. سيرجو معنا بترك الكلمة معك، وسيدنا من بعد إذنك بعديها تعطينا البركة. يعني عن جد كلام بشبع القلب، بشبع القلب والروح، يعني بحس الإنسان أنه أخذ زويدة لبعدين. أنا رح أرجع عيد بس كم جملة هيك حسيتهم ضووا قدامي، حسيتهم كتير كتير قوية، وفي شغلات جديدة فهمتها، كنت فهمتها بطريقة وهلأ فهمتها بطريقة أوضح وأجمل وأعمق. قديش حلوة لما حضرتك قلت اللغة التي تخرج من أجسادنا هي شخص حي. يعني اللي ذكرت إليا وقت اللي بيقول حي الرب الذي أنا واقف أمامه، حي يعني منه يعني ديناميكي، يعني بتفاعل معي، بحبني، بحبه إلى آخره. رجعت قلت حضرتك أنه طوبى للذين، هاي جديد بالنسبة لي، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. لما أنا أنت قلت أنه يؤمنون بأن أجسادنا هي امتداد لجسد يسوع، قديش حلو أنه أنا أؤمن أنه أنا امتداد لجسد ابن الله بالكون. قديش حلو هالتفكير هيدا، وكتير عجبتني فكرة التعاطف، أنه قديش أنا بكون متعاطف، قديش بكون أنا أخ للي حدي، قديش بكون أنا قريب من يسوع. والفكرة القنبلة اللي كتير كانت قوية بالنسبة لي هي يسوع كشف كل شيء نعمة حتى الموت، لأنه أنا لما نموت بالنعمة بيصير الموت حقيقة كاشفة لله. يعني هاي الفكرة والأروع من هيك عن جد كثير حبيتها. وبكمل، أو بالأحرى إذا بدي كمل يمكن بعيد المحاضرة كلها لقلتها حضرتك، لأنه حسيتها دخلت العظامة لجوة قد ما حبيتها.
آخر شيء أراد الله أن يكون في كل مكان فخلق الأمهات. كثير حبيت هالجملة. نشكر الله على أمنا العذراء مريم، نشكر الله على كل إنسان عم بحاول يكون أم بحياته، حاول يكون حياته أحشاء لولادة جديدة دايما، لحتى نحن نولد يسوع بالكون، لأنه إن الخليقة تأن وتتمخض منتظرة تجلي أبناء الله. يعني كل العالم ناطر لحتى نحن نخبرهم عن يسوع. فكرمل هيك كل واحد فينا اليوم مدعو أن يكون أم على مثال أمنا مريم العذراء. شكرا سيدنا، ربنا يباركك يا رب، وتكون حياتك كلها قداسة. نحن ناطرين البركة الختامية من حضرتك. بركة الله القدير تحل عليكم جميعا وتستقر فيكم باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. الله يسلمكم وشكرا لكم وشكرا لإصغائكم. أنتم 60 واحد، 62 واحد، كنا أكثر، وإن كنا شاء الله هذا 75 هذا الرأى كنا 75 ها أنا عندي طلع 60. بعدين الرابط نحطه على اليوتيوب ويمكن ناس آخرين راح يستفيدون من المحاضرة أكيد من دون شك، إن شاء الله راح ينزل بأسرع وقت. إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة. الله معك. مع السلامة.